في التقرير الخاص للبنانيين مع إحراق الدواليب قصة طويلة، تفاصيلها في تحقيق لجوني تانيوس. فعلها الإسبان واستنسخوا عن اللبنانيين موضة حرق الدواليب. نعم، الإسبان حرقوا الدواليب قبل أيام احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية. في أي حال، يبقى اللبنانيون أهل الابتكار، فعند كل انتكاسة يحرقون الإطارات ليقطعوا بها الطرق، معبرين عن سخطهم، حتى بات للموضوع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساحات شاسعة. هنا عرض على الدواليب وهناك حزن عليها، هنا موقع جوجل لبس الحلة اللبنانية، أما هنا فدواليب خيرة تحولت إلى مقاعد. ولكن قبل كل هذا، هل فكر أحدهم يوما من أين تأتي هذه الدواليب وما مصير الإطارات غير الصالحة؟ بيجي بعد أوقات الجيش، بعد أوقات بياخدها بيعمل فيها مثل معسكرات وهيك، بس بيطلع شكلهم كتير حلو. وبيجي أيام ناس بدهم يشتروا هالدواليب يلي مش صالحة ياخدوا دواليب، في ناس بتاخد دواليب عتيقة بترجع تشتغل فيها. يعني بس يطلع عنا كم دواليب دغري بساعة الساعة ما منخليها، ما منحتفظ فيها، وإذا كان منحس هيك في شي حركة بلا طعمة منشيله يعني منحطهم بقلب المحل. لحرق الدواليب آثاره على صحة الإنسان وعلى البيئة التي يعيش فيها يؤكد أكثر من مختص، والمواطنون في الأسابيع القليلة الماضية أبدعوا في هذا المجال. حرق كل دولاب واحد بيولد 4 لتر زيوت بالجو، بيولد تقريبا كيلوغرام من الحديد المحترق الغير مشتعل كليا، بيولد مادة الميتان، مادة الميتان هي مادة مثل البنزين يعني، وبيولد مواد أهم بتخلي خلايا الجسم تتحول لخلايا سرطانية. ولكن هالمادة إذا تنشئت عدة مرات في عدة مواد بقلبها بتخلي الجهاز العصبي عند الإنسان يولد حالة اكتئاب. والدواليب هو بالنهاية مولد للطاقة كتير كبير، وعنا مشكل بإدارة نفاياته، فبتصور أنا بطبيعة الحال لازم الدولاب يكون ينزت بمكان مخصص له، وممكن أنه شركات يلي بتستعمل أفران عالية من الحرارة تستعمل هالدواليب بغض النظر عن الأسباب اللي جعلت هالناس تغضب. كان معها حق ولا ما كان معها حق، يجب أن يكون هناك وعي. في بلد الحرائق السياسية والأمنية المتنقلة، بات إحراق الدواليب وقطع الطرق بها فشة خلق، وأيا تكن هوية الحارق وانتمائه ودوافعه، الثابت أن عادة يصفها كثيرون بالسيئة ترسخت في القاموس اللبناني، حاملة معها جملة من التحليلات والتفسيرات. جوني تانيوس، MTV.